عسلامة ناس كل، مرحبا بكم، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. معكم رفيق بن صالح. طبعا حبينا اليوم في اول فيديو ننزله لكم بالظهر دخلت العب مع صاحبي اسامه، يطيحنا واحد بون بطريقه بيزار على الاخر، يلعب بالام فور واكايم. قلنا يا اخي نتبعوه، اول ما دخلنا مش تبعوش، عملوا سبيكتيت عليه، نلقاوه عامل ديجا داخل في 16 كيلو. حبيت بالله جوست عملنا ريكوردينج للفيديو هذا باش تفرجوا فيه، باش تعرفوا راهو اللي الهاك مازال موجود، مازال قائم الذات، وان شاء الله يتنحى، وان شاء الله شركة تنحيه في اقرب وقت. هذه فرصة الناس الكل باش تكتشف اغبى هاكر بو حتى علم الاردن والله اعلم عليه بيان سور، او علم بلد عربي اخر بغض النظر، لكن في الاخر بالكل عامل 32 كيل كاملة وما يعرفش يلعب، ظاهر باين عليه يضرب يوصل حتى في الأرض. يلا نمشي مباشرة للفيديو. ميرسي بوكو، إن شاء الله مرة أخرى كل عام وانتم حيين بألف خير. خمسين تعال واحد يهاك يعطي فيه فرصة خمسين تعال واحد يهاك يعطي فيه فرصة لاني طبعا هذه كي دخلنا نعملوا عليه في سبيكتيت، كما تشوفوا ديجا عمل 16 كيلو يلعب هو وزميله فقط. يخدم ديما بسكوبيت تركب ردوت متعاون بالرغم ديما انه سكوبسي باش يتوجه تو للصندوق متاعي، موجود فيه سلاح قناصة الكار مع سوبريسر ومع سكوب 6، ورفض باش ياخوهم، رفض باش ياخو القناصة، لانه اكيد جدا ما يحصلش استعمال القناصة هذه. يخير يلعب بالنو ريكويل، وخير يلعب بالاكايم وبسلاح طبعا ليمفور. هذا هي الصندوق متاعي، ما هزش سلاح. ما يعاونوش قلنا في الهاك ما زبي اكي ايه مو الدمج متاعو بس فرز صار عليه قوي. توك شيف دي يمشي للعباد يقدر فاهم بس عليه هذا هي صوت أسامة معانا في اللايف. هي وجهك شحال 16 كيلو و16 كيلو يتعامل هو منزله وقت 35 واحد حي ما تجيش ما تجيش زن يدي زويت كيلو تتعامل في خير الطرح مش تقفلهم مش أو وين ماشي انت تلغى شايف شكون بك الانترنت تذوقهم بك عرفتهم يمشي للمقتل إلا وجع على بيت ظهر انا بدي انا بدي او طايح لولين. شو بديت هناك ايه مسكوب سيز ما عندوش ذرة باي هناك ايه مسكوب سيز منوري ريكورد يضرب بيه وش يا ودي ما هوش حاطه السنجل كان جاي حاطه السنجل هو شوف السنجل حط سلاح ماد يضرب في الارض رايفل، يا شوف تفرج او حي يضرب في الارض حيل الهاك اللي يخدم بيه مين كان هو ورا اصلا الجر ما يعرفش يعني يضربك من الحيوت من تحت الارض كان الجر ما يجيش فيك رصاص تبدو راه هاي شجر كان من واحد الحيوت يكرديه والله اوبا شو بارك الله عليه. نو ريكويل ريت نو ريكويل نفوريا في ضرب الجح وراح ريكوردوه بالليل الولاد كانت تنجم تسجل فيديو وسجل في الصحة يضرب في الحي يدز صح ايه يا مكسابي عبي كيف فرصات قتلتوش هكا يخدم حماية كيف يخدم
شايفهم من هنا وعرفهم غادي. كانت ريبورتر هاك تريبورت مع زادا صح. يا ودي هو عامل كنت جديد الظاهر، حد كيف شي تريبورت يعاون في صح. يعاون في صاحبه كي بدا يلعب خمسة تراح وتشلق فيه اللعبة يبانوهم الزوز. ان شاء الله يتغنى. هو عامل 18 تو، قتل زوز من ورا الحيط. ليه سامحني سحل يا يديرها كل شيء يا زاي، جر وحيط على بعضه اساس الكل يتعدى. يعطيك الصحة، يعطيك ألف صحة ملاعبي. ناقص كان يعملوا هاك في بعضهم في الطيارة. نوري هذاك كويس اللي قاعد يعني قاعدين شاهدوا فيه، دخلتوا في الكيل 18، عبي له فرصات عنده سوري. زميله حمال فقط. أريد نصوص خلنا نبعث اللعب مش ناصر يعني. لهنا ينوكي واحد آخر. محسن شعر راحوا حاطك ايه طيح واحد آخر، طيح واحد آخر. انظر معناه تشاهدوا فيه كيفاش يضرب، من با عامل من با يشوف يضرب فيه ولا بالعمود طلع عنده يرى فيه، معناه فما اللي حد احنا شيء. كيفاش مرتنا يا اخويا السماء احنا حنموت. يا ودي انا ورا الهاب، ورا الهاب لهنا ورا الهاب اتأكد منهم اللي هما طاحوا ماسخين الكل الجنب باش ماكسين. يتوجه لهم. 19 كيل في رصيده، انا اشوف الريكور ايش اللي عمل؟ عامله. ده اقتلهم الكل هذيك علاش بوش. سبحان الله، ما هذا السحر هذيك يا يجي واحد إلهي. برو تو والله ما يفسخ. طيب هو كامل لا خلاص. هي حتى يجي من ظهره ما هي ما رحموش. اسمع كرهوني فيها الجاد، يقصد لي كرهوني فيها خلص. عطيته تقطع روحه وطلع اوبا الجاد سبحان الله، وطيح وحده. طيح وحده اول زود مرة طيح نتفرج زود. فيه هاكر والله. شوف شوف انت ايه اكيد على اليوتيوب نتفرج شوية ايه بس توش احكي تجي لرفيقك قرابة. لعبه 25 كيلو مرة فين استنى واحد كيما كان اللي يمشي طايحة. هذا بتجي 23 ريبورت يا زي مليار بالمية تبان وصل ما هوش 23 بيش توا. يقعد شامل كونت اخر بيكمل اه مصار ما يقعدش مشكلته، برضه هو عارف مشكلته روحه ديما شتبان الامو. هذا عارف روحه مش صاحبه، شتبان صاحبه اللي عامل معاه كونت يخدم جديد هو حمال عنده، يهكي بيه وبعد يعاود كونت يهز كان في اخر. الكرتوش كهو فقط. شوف لهنا باش يمشي يتوجه مرة أخرى يدي خاطر قاعد يشوف. قال له صاحبه يجي عاوني، قال له صاحبه وجا هذه طلعني في الرانك هاكي معايا طلعني في الرانك. كان يطيح فيها ربي ما يتبانى صاحبه مش يشعر في الزوز. اوبا كيان كيل مش اربعة كوسيس ما وعشرين تركبش حتى في المخ تطيح. اكي ام حتى ردوتي كل خراجي ما غير حتى كوسيس اوتو والله كنت تقولي السنجل نمشي معك لازم يتطيح يعني. لو ما فيهاش شك ليه هاك التوفيق يخسر اوبا با 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 شوشي با با. هذه طايح وطايح قلت لهم اسكتوا عاد. يضرب في التراب يضرب برج هذا مش عامل 26 كيل تا زح شنيا اللعب ينجح حتى يهاكي مسلق هذيك ينجح حتى يهاكي بلعب يا رجال عمل كيل أخرى. 26 كيل. اي 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 26 كيل ما يرى في حد. ساعات حتى شراود اقسم بالله لا والله اخطفت مو
بس ليه 28 كيلو؟ 28 لهنا باش يعمل كونتاكت مع الـ مع الـ مع زوز من الجزائر، يطيح واحد، لكن فما جزائري باش يطيحه واحد اخر قرب له برشا، قاعد 8 سبحان ينوكي هنا واحد كندي. الرب يا ودي يضرب اللاعب بتاعي يضرب في الحصص بتاعي ايجا هذا الجزائري خلص عليه، لكن صاحبه كان موجود معاه ونوكل لاعب الجزائري. الصوص كان جاي صاحبه تو تزيري كمل عليه صلي يموت يا رب صلي يموت اللي معاه يلعب يعرف يلعب اللي معاه يوصل 29 كيل. يلعب تربته يلعب كل اخر متوش هذاك على الشيء ريت كان اتفرجت فيه على اليوتيوب هذا كيف يلعب 30 31 كيل 31 هو يشوف يروحه مازال وزوز ابيض ملاعبية. يشوف يروحه ابيض والناس الكل ايه خضر يدي اللي معاه طق طق يخدم يطيح واحد قال واحد برتقالي شوفوا مازال وزوز ملاعبية فرش فقط كيف معاهم وهو في 31 كيل. انا رومان والله تفرج زين بثلاثة عزوز شوف ماشيلهم ديريكتومون سون بروبليم، لا متاع الطاولة طايح لنا 31 كيل. تستاهل اللعبة ولا سيء إمارات وإلا أردن شوف لاعب يطيح يطيحهم ويسمع سبحان فيهم ربي على لا تربحك وكما شاهدتوا هذا هو معناها تبارك الله عليه، الكويت خليك من الكويت اسمع هز الطرح معناها بالحق معناها مش في باله بروحه مبدع وشو الغاية متاعه من لعب ذوما الزملاء اللي كانوا يلعبوا معانا. هذا هو الفيديو اللي كان، ان شاء الله بيان سور نتقابلوا في فيديو جديد. ميرسي بوكو ناس الكل، باي باي، وان شاء الله في مواعيد لاحقة. تحية رفيق بن صالح، بوب جي موبايل تونيزيا ستريمينغ.